دلوقتي جمعتنا مع أكتر 5 موضوعات أثارت الجدل خلال الأسبوع الماضي في فقرتنا، فقرة المناظرات الأسبوعية 4+1. وطبعا دايما بنستنى مشاركتكم في هاشتاج 4+1. الحقيقة إن كان في موضوعات كتير جدا طول ما احنا أجازة وكنا بنبعت لبعض في مصايب هنا لازم نشتغلها، ولكن بقى إيه يعني ما تقلقوش، موضوعات الجدلية قادمة قادمة كثيرا. النهارده هنبتدي بالجدل الذي أثير حول خفض المعونة الأمريكية لمصر ودلالات هذا الإجراء، وده سؤال هتجيب عليه الصحفية أميرة العدلي. أنا هكلمكم عن بيان الأزهر بشأن أحداث مسلمي ميانمار، وهو البيان اللي ناس كتير اعتبرت أنه تأخر كثيرا للرد على الأحداث. أما الصورة السابقة أو صورة الرئيس السابق حسني مبارك في الساحل الشمالي وسط حراسة أمنية مشددة الحقيقة أثارت جدل واسع جدا، هتتكلم عنه عفاف السيد وتجيب عن السؤال هل يحتاج مبارك لحراسة مكثفة؟ أما موجة الغضب اللي تلازمت مع صدور اللائحة الاسترشادية لائحة الأندية الرياضية الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، فهيتكلم عنها المهندس عمرو فارس ويجاوب عن السؤال الملح لماذا أثارت هذه اللائحة غضب الأندية. وختام الموضوعات هيكون ساخن وجدلي برضو عن المرأة وحقها في تطليق نفسها، كما طرح مشروع قانون جديد بيقدم في مجلس النواب وأعده النائب عبد المنعم العليمي. يعني ممكن الست هي اللي تقول أنا طالق أو أنت طالق؟ الإعلامي صديقنا إبراهيم الجرحي هيطرح السؤال، هل هيوافق المجتمع أن تطلق المرأة نفسها ولا لأ؟ هنعرف بعد شوية. وخلونا نبدأ مع المعونة. المعونة الأمريكية ده سؤال مهم جدا وبيتطرح مش بس لمجرد خفض المعونة، لا احنا بقالنا سنوات من وقت إدارة أوباما ووقت تجميد المعونة وبعدين التلويح طول الوقت بتخفيض المعونة. بيقال دايما في خطابين، في خطاب شعبوي لطيف بيقول ان المعونة مش مهمة ومش هتأثر في أي حاجة ومش هتأثر على أي شيء، واحنا عندنا قرارنا المستقل وقرارنا القوي ولازم يبقى نابع من مصالحنا. طبيعي جدا ومفيش خلاف عليه ان احنا يبقى عندنا قرارنا المستقل واللي بيعبر عن مصالحنا وعن امننا القومي، واي حد بيقول كلام عكس ده يبقى مش مواطن مصري. لكن بيعبر عن ايه؟ ان الكونجرس الامريكي ياخد قرار بخفض المعونه الامريكيه لمصر. ده ليه دلالات ومؤشرات، اهمها ان احنا عندنا مشاكل كتير في ملف حقوق الانسان، قانون الجمعيات الاهليه، غيره من الملفات اللي تتعلق بالديمقراطية والحريات في مصر. هل دي مطالب أمريكية؟ ده السؤال. لا، دي مطالب مصرية. مين ما اعترضش على قانون الجمعيات الأهلية؟ مين ما بيتكلمش في ملف حقوق الإنسان وملف الحريات وملف المجتمع المدني بشكل عام؟ دي مطالب مصرية، وكتير جدا من المجتمع المدني في مصر طالب بإصلاحها من وقت ما طلع حتى قانون الجمعيات الأهلية. ما فيش شخصية عامة في مصر أو منظمة أو حتى يعني الناس اللي بتشتغل في الجامعات الأهلية واللي بتشتغل في الأحزاب واللي بتشتغل في الوسط السياسي، كل من هو مهتم بحقوق الإنسان في مصر كان بيتكلم في قانون الجمعيات وكان بيتكلم في ملف حقوق الإنسان. لما يجي الكونجرس الأمريكي يخفض المعونة، فإحنا مفروض نبص إحنا صورتنا الدولية شكلها عامل إزاي، هل إحنا قادرين إن إحنا نوصل الصورة دي بشكل صحيح ولا لا، ولو إحنا عاملين فعلا طفرة في حقوق الإنسان وطفره في الملفات دي وما عندناش اي مشكله فيها خالص، احنا قادرين ان احنا نوصل ده؟ في وفود دبلوماسيه كتير جدا سافرت الايام اللي فاتت، لكن للاسف فشلت وما حققتش اي نتائج. كمان في لوبي بيشتغل جوه الكونجرس الامريكي، بس انا لو افترضت ان الاخوان قادرين ان هم يوصلوا لاعضاء الكونجرس وياثروا عليهم ويخلوهم يخفضوا المعونه الامريكيه، فدي بالنسبه لي كارثه. لو الاخوان بهذه القوه وقادرين ان هم ياثروا في القرار الامريكي، فهم قادرين ياثروا على العالم كله. تصدير طول الوقت فكرة ان علاقتنا مع ترامب مختلفة عن علاقتنا مع اوباما. الحقيقة في تخفيض المعونة الامريكية بتقول ان في مؤسسات في امريكا، ان الكونجرس له قرار مهما كان رأي ترامب ايه، مهما كان رأي اوباما ايه، علينا ان احنا نعمل ايه؟ علينا ان احنا نشتغل على الملفات اللي هي من الاساس ليها مطالب مصرية. اللي المجتمع المصري والمجتمع المدني في مصر واللي الاحزاب واللي الوسط السياسي كله بيشتغل عليها وبينادي بيها ان احنا نصلح قوانيننا
ومش ده عشان احنا المعونه الامريكيه بتفرض علينا كده او الامريكان بيفرضوا علينا ده، لكن ده عشان احنا بنعمل ده من منطلق ان احنا دوله عندها قرار مستقل وبتراعي مصالحها وبتراعي امنها القومي وبتراعي ان هي ملفها في حقوق الانسان وملفها في الحريات، يبقى بيلبي مطالب ثورتين، وده رايي. قلتي عن انه واجب على الدولة المصرية ان هي تنظر لملف حقوق الانسان تماما، وانه ملف حقوق الانسان وانه يبقى منضبط ده مطلب يعني للجميع. انا بضم صوتي لصوتك في الجزئية دي. ما يعني خفض المعونة الامريكية سؤال، والسؤال الاخر متى تستخدم الولايات المتحدة الامريكية سلاح المعونة او ملف حقوق الانسان؟ الولايات المتحدة الأمريكية من بداية الحرب الباردة لحد اللحظة اللي احنا موجودين فيها لم يحدث قط ان هي استخدمت ملف حقوق الإنسان إلا ضد الناس غير المتحالفين معها. يعني أسقطت نظام ديمقراطي في تشيلي وجابت بينوشيه، أسقطت أيندي وجابت بداله السفاح، يعني كم لم يكن له مثيل، وكانت متغاضية تماما. صنعت نوريجا في بنما، صنعت سفاحين في كل مكان في الدنيا، وحمت أنظمة بتعمل إبادة جماعية. في نظام كان بيعمل إبادة جماعية في جواتيمالا أباد 500,000 مواطن في هذا الشعب المايا بالكامل، أبيد تحت سمع وبصر من هذه الدولة التي أسقطت نظاما ديمقراطيا كان موجود هناك، وحطت مكانه عصابات. هذا الملف لا يرفع إلا بأهداف سياسية مش بأهداف حقوق الإنسان. لانه ما تقوليليش انه كان بينوشيه يعني راجل كيوت، يعني ما حصلش. خوسيه ارماس ده ما كانش بس كان بس في النهايه هي ما بتعملش معونه هناك، احنا بنتكلم على دول الولايات المتحده. عن كل هذه الدول المعونات زي ما عملت، لا ما هي ما كانتش معلش ما هي ما بتقدمش معونات لحضرتك ذكرت لا يا فندم. احنا كانت بتقدم قطعتها وكانت طيب. بتقدم قطعتها، اسمعيني بس للاخر اسمعيني الاستبر. لا استبر انت بقى استبر. الحكايه انه المعونات الامريكيه وملف حقوق الانسان تحديدا بيرفع في مثل هذه الظروف. فكره انه حصل تحول ما من جانب الاداره الامريكيه، طبعا حصل تحول ما من جانب الاداره الامريكيه بصعود دونالد ترامب لحكم بالتاكيد، ولكن هل تغيرت الدوله الامريكيه؟ لا طبعا ما تغيرتش، طبعا لم تتغير. هي فيها مؤسساتها القويه والفاعله واللي احيانا تعمل عكس اتجاه رئيس الدوله، خصوصا رئيس الدوله اللي موجود دلوقتي ده اللي هو غالبا وانا حاسس كده لا ينتمي لاي مؤسسه على الاطلاق غير مؤسسه ترامب الاقتصاديه ومجموعه الناس اللي لسه فاضلين. لا احنا بس خلينا نشوف الولايات. الولايات ما هواش الشخص اللي هيفرض. لا هي امريكا في بالنسبه لنا احنا، يعني احنا بس هنجمع الموضوع بالنسبه لمصر وبالنسبه لخفض المعونه. امريكا في اربع جهات، اتنين معانا واتنين ضدنا. عندنا الكونجرس والخارجية هم ضد مصر، ودول من أيام بوش مش من دلوقتي ولا من أيام حتى أوباما. وعندنا الرئيس والبنتاجون هم معانا، وكمان وزارة الدفاع الأمريكية. تخفيض المعونة العسكرية هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، مش الاقتصادية. الاقتصادية تم تخفيضها كذا مرة قبل كده، يعني الاقتصادية دي بقت حاجة صغيرة، انما تخفيض المعونة العسكرية ده دي حاجة كبيرة جدا. ليه؟ لان انت عندك شركات، احنا ما بناخدش فلوس، يعني المعونه العسكريه ما هياش فلوس بتدخل في الخزانه المصريه او بتدخل في الجيش المصري، ده احنا بناخد بيها اسلحه، الاسلحه دي بتعملها شركات امريكيه، فبالتالي هم عندهم مشكله مع بعض، لان لازم احنا انتوا عارفين طبعا المشروع بتاع الدبابات اللي المفروض لغايه 2018 بالظبط، وان احنا لا يعني جه جزء منها وفي لسه جزء تاني، فعلى الاداره الامريكيه ان هي تدفع الفلوس للشركه اللي هي شركه امريكيه، فبالتالي هم عندهم أزمة مع بعض كده بتخفيض المعونة. طب احنا بنقول المعونة، تخفيض المعونة دي ليه؟ هم ما أعلنوش، ما قالوش ليه. احنا اللي بنحاول نستقرئ هم خفضوها ليه. احنا قلنا في ملاحظات. لا احنا لا هم ما قالوش، ما أعلنوش. هم أعلنوا مناقشاتهم في الكونجرس، يمكن ما أعلنوش تخفيض المعونة. ومناقشة تخفيض المعونة في حد ذاته مرتبط بملف حقوق الإنسان في مصر وملف الممارسة الديمقراطية في مصر. احنا هنا بنتكلم على ماذا يعني
تخفيض بالزبط. المعونه الامريكيه على البحر، ومردوده ده على الارض عندنا. الحقيقه ان احنا لو حصرنا الموضوع في العلاقه بين مصر والولايات المتحده الامريكيه هو لا يعني الكثير، لكن لو شفنا ان العالم كله بيشوف انه الكونجرس الامريكي بيتخذ اجراءات عقابيه ضد مصر بسبب ملف من الملفات، فهذا امر مؤثر جدا على سمعه مصر دوليا طبعا، مؤثر طبعًا جدا على وضع مصر، طبعا وضع مصر الاقتصادي في العالم، مؤثر جدا على فرص مصر في الحصول على استثمارات خارجيه، وبالتالي احنا علينا ان احنا نتعامل مع هذا الموضوع باهميه تفوق حجم المبلغ المخفض من المعونه، لان الاصل مش المبلغ قد ايه، الاصل في الصوره اللي بتصدر للعالم، والحته الثانيه ان احنا علينا ان احنا نراجع كيفيه اداره علاقتنا السياسيه مع الولايات المتحده الامريكيه. طبعا انا عندي سؤال، سؤال فضل. وممكن برضو يعني تجاوبي عليه، هل امريكا خفضت المعونات لمصر بس ولا خفضت كمان للدول التانية اللي هي المفروض معانا في المنطقة زي العراق وزي إسرائيل؟ خلوني بس أقول مجموعة معلومات. أولا أن التخفيض العسكري اللي هو 300 مليون دولار ده لم يتم التصويت عليه من الهاوس والسنت مع بعض لسه، لسه ده مؤجل لحد ما يصوتوا على الميزانية بكلها. وأعتقد أنه شبه مستحيل لأنه مقابله العسكري بالنسبة لهم هم لا يحتملوا ان هم يخسروا. ده هنشوفه في الميزانيه. ما ينفعش امريكا بتفتح حرب في جنوب شرق اسيا. حصل تخفيض بالفعل في 65 مليون دولار كانت موجوده في البايب لاين، ودي كانت سابقه انه يتم تخفيض في جزء من المعونه العسكريه، ولكن زي ما فارس قال ده مؤشر، دي اشاره، دي سابقه في المعونه العسكريه، ما كانش حد بيقرب المعونه العسكريه من 79 من سنه 79. المشكله والسؤال اللي احنا لازم نساله لانفسنا، هل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، هل قانون الجمعيات الأهلية اللي احنا نفسنا اعترضنا عليه، اللي الجمعيات الأهلية نفسها اعترضت عليه، ايه الثمن اللي احنا بندفعه نتيجة قانون كتير منا بيروا ان هو قانون غير لائق بمصر؟ طبعا الحكومة قدمت قانون. في سؤال مهم هنا أستاذة برضو وحيوي يجب ان يطرح، واحنا بنناقش هذا الموضوع دلوقتي بخصوص قطع المعونة بمناسبة ملف حقوق الإنسان ولا قانون الجمعيات. أنا تمام شايف أنه قانون الجمعيات فيه مشاكل ومحتاج، شايف ملف حقوق الإنسان فيه مراجعات وكل حاجة، إنما أنت مالك الحقيقة ما حصلش ولا مرة ولا مرة في تاريخ مصر كلها، حتى من ايام الزعيم جمال عبد الناصر حتى هذه اللحظه، عمرها ما تراجعت عن اي حاجه نتيجه ما تاخدش معونه. بقى ما فيش حاجه اسمها انت مالك، ما فيش حاجه اسمها انت جزء من الانترناشنال كوميونتي. يا فندم المعونه العسكريه اللي احنا بناخدها رئيس الاركان المشتركه الامريكيه قال احنا بناخد قصادها اكتر، وهو اللي نصح الإدارة الأمريكية إنه ما ينفعش تعملها. لكن أنت في النهاية جزء من العالم، العالم بيبص عليك، لو أنت قررت جزء إن أنت من العالم مش جزء قاصر، لازم تكون بقوة الصين، مش جزء قاصر، لازم تكون بقوة اليابان. هنا في نقطة بس أنا عايز أقولها، إحنا واضح إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة عندما نتعامل مع أطراف خارجية في تحديد إحنا عايزين إيه من الأطراف دي، واللي احنا عايزينه ده يساوي مقابل قد ايه احنا بنديهم. هذا التقييم احنا دايما عندنا فيه مشكله، ودايما بنتحمل اعباء اكبر بكتير من اللي احنا بنحصل عليه، ودي حاجه لازم وزاره الخارجيه المصريه تبتدي تراجعها وتتعامل معاها في جميع تعاملاتنا مع جميع الدول. الكلام اللي انت بتقوله بالظبط بيوصف هذا الكلام. الولايات المتحدة الأمريكية انتوا مالكوا؟ لا مش انتوا مالكوا، هما بيدونا معونة، وبما اننا على فكرة معونة مشروطة، معونة ومعونة مشروطة وفي مشروطين، ومعونة مرتبطة بمعاهدة سلام وما ابتدتش الا معاها، فهي المعونة مرتبطة بكون مصر احد الحلفاء الرئيسيين في المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية. اي دوله بتدي معونه لحلفاء بيكون دايما عندها رؤيه لكيفيه تعامل هؤلاء الحلفاء مع ملفات مختلفه كثيره. هم اختاروا ملف منهم وهو ملف حقوق الانسان والممارسه الديمقراطيه،
وركزوا عليه. قد تأتي في موقف آخر تلاقي ملف تاني وتلاقي موضوع تاني متعلق بسياستك الخارجية مثلا ويركزوا عليه. فإحنا لازم إحنا يبقى عندنا توجه ويبقى عندنا تحديد أنا باخد إيه مقابل إيه ومش أكتر من كده. وأظن إن الأهم إن إحنا نراجع إحنا أنفسنا. أحيانا يدق الآخرين لنا ناقوس الخطر. إحنا عندنا قانون سيء للجمعيات الأهلية، حتى ده مش القانون اللي قدمته الحكومة. يعني الحكومة قدمت قانون أكثر تقدما ولا بصوا عليه أساسا، لكن إحنا بنتكلم في قانون شرع في البرلمان مع احترامي للبرلمان. هذا قانون سيء للجمعيات الأهلية بيخلق، وأنا ما بتكلمش هنا على الجمعيات الحقوقية بس، بتكلم على كل الجمعيات الأهلية اللي بتعمل في العمل الأهلي. احنا بقى هنيجي ايه؟ هنيجي في الاكزيكتيف في اللائحه التنفيذيه وهنصلح بقى كل الحاجات دي. طب يا جماعه مكمل الاول بالظبط، مكمل الاول خلونا طيب ننتقل لقضيه تانية، وهي قضيه يمكن بعيده عننا شويه، ازمه مسلمي ميانمار، وهي ممتده الحقيقه لعقود طويله وتفاقمت مؤخرا. ميانمار عشان نشرح للناس، في بورما، دولة صغيرة جدا جنوب شرق آسيا، كانت انفصلت عن الهند البريطانية من سنوات طويلة، وفي عدد كبير جدا من الأعراق والجنسيات، لكن الأغلبية من الديانة البوذية. ورغم أن المسلمين في ميانمار أو بورما ما بيتعدوش نسبتهم 4% من السكان، إلا أنهم بيتعرضوا من عقود طويلة لاضطهاد عرقي وسياسي اعترفت به المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية. أغسطس مؤخرا اندلعت حملة عنف جديدة تواترت فيها الأنباء، هل المسلمين هم اللي قاموا بالهجوم على مراكز الشرطة، ولا مين اللي عمل الاشتباك، ولا ده تطهير عرقي؟ اشتباكات راح ضحيتها أكتر من 100 شخص معظمهم من المسلمين. بعد فترة حوالي أسبوع ولا 10 أيام من اندلاع هذه الاشتباكات، الأزهر بالأمس فقط أصدر بيانه منددا بالأحداث. ناس كتير هجمت الأزهر لتأخره في إصدار البيان، لكن الحقيقة أنه طيب الأزهر أصدر بيان، لكن هو دور الأزهر أنه هو يدخل لإنهاء هذا التطهير العرقي؟ في النهاية ده مجرد بيان من مؤسسة طبعا هي المهتمة الأساس في رعاية المسلمين حول العالم، لكن فين دور العالم الإسلامي؟ دور العالم الإسلامي الغني؟ فين منظمات العالم الإسلامي ومنظمة العالم الإسلامي؟ فين دورنا احنا في مصر مثلا في مجلس الأمن؟ نحن دائما نكيل الاتهامات للأزهر، وأنا بختلف معاه كتير قوي، لكن الحقيقة أنه لا يملك في هذه القضية سوى إصدار البيانات، أما الفاعلين على أرض الواقع فهم مغيبين تماما، كما يحدث في الأقصى الشريف اللي تقريبا بيروح من إيدينا، والقدس اللي تقريبا خلاص فقدناها وذهبت إلى اليهود، وإحنا دايما نقول هو فين دور الأزهر الشريف؟ وده رأيي. طيب يعني أنا بتصور أنه الأزهر تأخر كثيرا في إصدار البيان، إحنا يعني متفقين على هذا. هذه الأزمة مستمرة بقالها تقريبا 20 سنة، تصاعدت في 7-8 سنين الأخرانيين. في بيانات صدرت من الأزهر ومن مجلس حكماء المسلمين من 7 سنين ومن 8 سنين، لم أكن أتصور أنه الأزهر يرى كل هذه الأحداث وينتظر حوالي 10 أيام عشان يصدر بيان. وهاخد برضو من الكلام اللي حضرتك قلتيه أنه طيب الأزهر مؤسسة دينية ليس لها قرار سياسي وليس لها تصرف سياسي. كنت أتصور أنه الأزهر في متن البيان بتاعه يدعو ويحث قيادات الدول الإسلامية انها تتحرك بشكل اكبر من كده. انا بشوف انه دي مأساة حقيقية، حتى لو كانوا مش مسلمين، وحتى لو كانت عمليات الابادة دي بتتعمل بالعكس، يعني لو اللي بيعملها مسلمين ضد بوذيين احنا لازم كمسلمين ناخد موقف ضد هذه العمليات. ده الجامع الاقصى بيروح كويس ومفيش حد بيتحرك بالظبط. فالواجب اللي على الأزهر دلوقتي إن هو ينبه قيادات الدول الإسلامية
انه في دور مهم جدا منوط بيهم وهم مسؤولين عنه الحقيقه وما بيعملوش. طيب انا بس انا يعني عندي يعني تحفظ شديد جدا. طب خليني اكمل بس عشان بس في جزء باقي لهذا الكلام. طيب اتفضل. الجزء الباقي لهذا الكلام انه احنا كناس سياسيين وبشكل براجماتي بحت قدام فرصه عظيمه ان احنا نمسك فيها ونستغلها سياسيا في العالم كله. اللي هي يمكن الكلام ده يكون شكله مش حلو، لكن الحقيقه انه في مذابح بتتم ضد مسلمين، وفي تهجير قسري بيحصل، في حوالي 200 الف واحد في اسبوع هاجروا وراحوا على بنجلاديش نتيجه الضغط والتطهير العرقي اللي بيتم ضدهم او التطهير الطائفي. المفروض احنا كدول بتواجه دايما انها دول مصدره للارهاب وانها دول لا تراعي ملفات الديمقراطيه وبالتالي بينتج عنها ارهاب والارهاب ده ناتج عن كذا. نستغل الفرصه يعني. لازم. خلصت؟ دي فرصه كبيره جدا. طيب. كنا لازم نستغلها سياسيا. طيب اتفضل. ما عندي تحفظ شديد جدا على دخول الازهر على الخط من الاول. من اساسه. من اساسه. ايه علاقة الازهر بالموضوع؟ ده ازاي يعني؟ ما ده المؤسسة التي ترعى امور المسلمين في العالم. عشان احنا حصرنا المسألة، ان في شوية مسلمين والازهر هو اللي مسؤول عن المسلمين. المسألة مش مسألة مسلمين، مسألة اثنية عرقية. لانه العاصمة البرمية فيها سبع مساجد كبيرة ويقام فيها الصلاة والصلاة الجماعة وعادية جدا. مسألة في الاقليم ده وفي العرق ده تحديدا. ده دي مسألة اثنية مش مسألة طائفية خالص، ما هياش يعني بوذيين ضد المسلمين، ولكن هي مسألة في عرق بيحاول يسيطر على عرق تاني ويحاول يعمل له إبادة جماعية. فإيه علاقة الأزهر؟ يبقى ليه مسؤول عن ده؟ المسؤولية هنا هي مسؤولية حقوقية، مسؤولية إنسانية. الدول هي اللي تتدخل فيها، الحكومات هي اللي تتدخل فيها. يعني أنا كنت منتظرة بيان من الإدارة المصرية، من إدارات العالم، الناس تتصرف، مش مؤسسة يعني إسلامية. الإدارة المصرية ما طلعتش بيان على الخناقة بتاعت قطر والسعودية امبارح. لا يعني ده لسه اصلي. لا عشان لا عشان لا دي بلاش بقى، دي حرب بارده ما توقعيش فيها بيان. ايوه بس على الاقل يعني يبقى صاحيين مع بعض ورياكشنز يعني. وبعدين مساله برضو المسلمين، وانا مش عايزه اقول المسلمين اسمهم ايه اساسا، الروهينجا. الروهينجا اللي موجودين هناك هي مساله حقوقيه خاصه بمجموعه عرقيه بيتم تصفيتها من مجموعه ثانيه، وزي ما قال جرح في مساجد موجوده. أصل المشكله الحقيقه ان اصل المشكله الاثنيه ارتبط اثنيه وجايه من الاستعمار البريطاني مش من دلوقتي. ارتبط من 200 سنه دي بالمد الاسلامي. أيوة في هذه. أيوة المنطقه ده موضوع معقد جدا. عشان كده قلت عرقي وطائفي. نتكلم على بيان الازهر. انا مش شايفه الازهر ليه علاقه بالموضوع. ثواني، في كارثه كبيره مهمه لازم محدش ينساها. بورما بعد نجاح الثورة الصينية كانت هي الملعب بتاع الكومنتانج اللي كانت السي اي اي بتموله بالسلاح مقابل الافيون، وعملت هناك المثلث الذهبي اكبر مصنع للافيون والهيروين في العالم كله مقابل السلاح. وفي الحرب العالميه كانت علشان ملعب بين اليابان والصين كمان. الخلاصه ان الموضوع اكبر من فكره ان هو معركه ضد المسلمين. هو مش فكرة مسلمين، معركة مش كده. هي معركة سياسية، معركة سياسية للتنغيص على الصين 100%. النتيجة في الآخر واللي هيحط صباعه فيها زي ما في الآخر. أنا مش عايزة أقول المسلمين برضه، في عمليات تطهير خانق مع الصين، في عمليات تطهير بيتم قتلهم. فهنا الدول الحكومات والمنظمات الدولية مش الأزهر، مش الأزهر مع بعض. الازهر ما يدخلش في حاجات مش بتاعته. مش متفقين. الازهر كانت دي مؤامرة الكلام. مش ما يدخلش في حاجات مش بتاعته. ولو هو من الاساس ما بيطلعش بيانات لاشياء اخرى. بالزبط. يعني ما هو مش المفروض يطلع بيانات الازهر ده. انا ما ينفعش ابقى مسؤول بطلع بعثات للعالم كله ومسؤول وقدام العالم كله. انا برعى المسلمين في العالم وببعث لهم بعثات. بس حاجه اسمها ما طلعش عالم. محدش قال لك ان هو دور، محدش قال لك ان ياخد دور، مش دور. بس فكره ان انا اقول يا جماعه اتحركوا، هو مش بابا، يا قاده العالم اتحركوا، يا مصر مجلس الامن. هو ما قالش كده.
عملش كده. هو حقيقة إن هو انا شايف هو انا شايف ان بهاء الازهر حول الموضوع الى صراع ديني. بالظبط بالظبط. انا هو لا صراع اقليمي وصراع سياسي وصراع عرقي وفي دول في مخابرات دول بتلعب في المنطقه. المفروض كان المفروض كان يحس الدول الاسلاميه انها تتحرك. مفيش حاجه اسمها كمان الدول الاسلاميه. الدول الاسلاميه دي ده كيان كده وهمي احنا اللي عاملينه. لا موجود. لا ده كيان وهمي. لا معلش مفيش حاجه اسمها الدول الاسلاميه. في دول منظمه العالم الاسلامي ولا ايه؟ موجود يبقى يبقى العالم دول العالم الاسلامي دي اللي هو المنظمه دي مش معناها في دول اسلاميه لازم نناديها علشان شوف المشكله الاسلاميه دي سياسي في الاساس. بالظبط. لكن عندما لا يتحرك الساسة عندما لا يتحرك الساسة فلا يلام المسيحيين لما يجرى لهم حاجه تجيب البابا بقى ولا ايه نعمل ايه؟ انا عايز ارد على السؤال ده. دايما بيحصل دايما بيحصل. انا عايز ارد على السؤال يعني يجي دايماً يجي بابا البابا تواترس والبابا الفاتيكان يتكلموا بالنيابه عن المسيحيين. احنا بقينا في عالم دين بس لا بس في النهايه السياسه بيبقى ليها دايما بيستدعوا ما فيش احنا بنكرس لشكل ديني بندخله في السياسه غصب عني. في مؤسسات عندنا موجوده احنا دول مدنيه مسمى منظمات احنا دول مدنيه بنتكلم سياسه. لما اسرائيل لما اسرائيل تتعدى على الاقصى نعمل ايه؟ ما هو ده في النهايه حاجه سياسه. دي حاجه سياسه لا غير انها سياسه. هنجيب المسلمين مقدسات. هنجيب المسلمين مقدسات. طيب. نقول لهم روح دفع عن قلنا حضرتك بقى قلنا حضرتك بقى هل هي مقدسات؟ هل حضرتك قابله دينيه وسياسيه طبعا. فلازم لما تدخل مؤسسه في الموضوع هتقلل. لا طبعا انت مش قابله بما يحدث. لا بس ما خليش الازهر هو اللي يدافع. طب قولي لنا مين اللي انت عاوزاه؟ الدول المنظمات الدوليه تتحرك. فين المنظمات الدوليه؟ مش في حاجه اسمها الامم المتحده. مش في حاجه اسمها مجلس الامن. ما احنا كدول اسلاميه لم نجد دوله. فكره القبيله فكره القبيله دي مش عايزين نعملها. ماشي اوكي. لا احنا مختلفين على ده. خلينا نختلف عادي. اوكي ختم الاختلاف يا جماعه. لسه هنختلف. طيب انا هرجع للصوره اللي كانت منشوره للرئيس الاسبق حسني مبارك واللي هي كان في الساحل الشمالي في قريه بيملكها محمود الجمال. وكل يعني انا مش بدافع عن مبارك. انا بتكلم على مبدا عام. احنا بنشوف بعض الاحداث اللي حصلت والحبس الاحتياطي والحبس مش عارف ايه لولاد ولاد مبارك ومبارك وخرجوه. بنشوف علاء مبارك ظهر في عزا وعزا تاني وراحوا ماتش كوره وكان عندهم حراس شخصيين مش ماشيين بحراسه كبيره جدا. لكن احنا هنرجع على مبارك ونشوفه لما في رمضان اللي فات حصل ان بدا يعني تنظيم لل انا مش عارفه القريه اسمها ايه. هاسيندا. نعم. أسيندا. إن شاء الله أسيندا. إن شاء الله أسيندا. وحصل تنظيم فيها وحصل رصف للطرق زي ما يكون في رئيس. لا والله ما حصلش رصف. لا حصل تجديد. أنا لا يعني لا أنا عملت اتصال بالناس هناك قالوا حصل تجديد. كملي يا حصل تجديد. ما حصلش أي حاجة. ما إحنا كنا هناك. كملي. أنت في هناك في رمضان؟ في رمضان. انا بتكلم في رمضان. انا بتكلم استنى بس كملي. ما علينا. حصل ان حصل تجديد في رمضان علشان بعد دي قرية خاصه ايوه انا عارفه هم براحتهم. ما انا معاهم. هي خلاص هاسيندا وميانمار بقوا دول ثانيه. مالناش دعوه. الساحل الشمالي كله دوله ثانيه. عايز اقول يا ساتر يا رب. يا ساتر دويلات. يا ساتر دويلات. فصل من الطبقي وانا اقول لك بلاش مش هاسيندا. المهم يعني راح حسني مبارك وحصل ان في حراسه مشدده على القريه وكمان طلبوا من الكافيهات توطي الاصوات وحاجات عشان محدش يتحجوا. ايوه هو رايح يعني يستجم وفي قريه خاصه يعني براحته. يعني احنا دلوقتي مش بنتكلم هو يروح فين ويجي منين. بنتكلم على الحراسة اللي هي على مبارك. هل يجوز ان الدولة المصرية تعمل حراسة على مبارك؟ انا شايفة من منطلق ان حسني مبارك مش فجأة كده هنلغي 30 سنة. حسني مبارك كان فيها على قلبنا وكان بيعمل كل حاجة اوكي وكان موجود كرئيس دولة. فمش هنلغي ده ومش هنقول ان هو مش رئيس اسبق وان هو مواطن عادي. لا هو مش مواطن عادي وهو مستهدف لان هو رئيس
أصبح ده بيتفسح عادي. لا معلش ما هو يتفسح فهو مستهدف، فبالتالي لازم يبقى عليه حراسات. طيب في ناس تقول لك لا ما هو مواطن عادي فهو يجيب، هو غني وهو سرق فلوسنا فيجيب حراسات. لا ده في وش الدولة المصرية، لو مبارك جرى له حاجة ده في وش الدولة المصرية. وبعدين عصر مبارك اللي هو 30 سنة ما كانش كله يعني احنا شعب بنشوف كل المساوئ وبعدين نبتدي نهستر. عجباني الحنيه لصوتك والله. لا والله بنبتدي نهستر ونبتدي الادرينالين بتاعنا يعلى ونبتدي كلنا نتجه عاملين فعلا في اتجاه واحد ضد الحنيه. طب خليها تكمل رايها. المهم يعني المهم انا هستر يعني والله مهسترين. طب يلا كملي. المهم يعني ان مبارك من حقه على الدوله المصريه ان هي تعمل له حراسه باعتباره رئيس اسبق. وده رأيي. ونعمل له نص التسكيب. لا. لا انا مش حنينه خالص. لا 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 انا الناس كلها عارفه انا كان ايه كنت ايه ساعه مبارك وانا كنت فين. ما حدش قال نلغي ما حدش قال نلغي 30 سنه ولا نقطع كتب التاريخ ولا الكلام ده، بس في احكام قضائيه بتقول ان هذا الرجل فاسد او حرامي بحكم محكمه. محدش قال ان هو ملاك يعني. فمش هنيجي النهارده بقى نرجع نعيد تاني ونتكلم اصله هو كان وكان وكان فمن حقه. لا مش من حقه، هو خرج من السجن. المحاكم على فكره بتفرض على لما يبقى عنده تهديدات. لا هو هو رئيس اسبق لكن الراجل سعيد بحياته بيروح مطار في البلد يا كبير. زينب ايوه هو رئيس اسبق. هو رئيس والله ده سعيد اكتر مننا. انت بتتكلمي ماشي مبسوط دي حاجه من في قلبك، انما الراجل ده سعيد جدا. حضرتك لو شفتيه مش هتبقي حاسه انك عايزه تلزقيه قلمين مثلا؟ لا هو انا بشوف لازم لو ده تحول الى خبر في صحيفه اجنبيه. لا الموضوع هيعمل مشاكل. لا الموضوع بالنسبه لي بدا يتحول الى تبلد عادي. انا بشوف الصور دي عادي يعني. في النهايه انت عندك حكم قضائي بتحترم الاحكام القضائيه. الراجل خرج خلاص ما خرج بيخرج يتفسح بيتشمس. صحته الحمد لله ردت وشه ورد كده والدنيا جميله. كل ده والله مفيش فيه خلاف. وراء 30 سنه من الكوارث والتخريب في هذا البلد ضحايا 30 سنه دول مفيش حد منهم ممكن يروح يخلص عليه؟ ليه والاخوان ما بيتصوروا مع اولادهم؟ فرضاً مش كانوا قاعدين في ماتش كوره؟ مثال سيناريو واحد شخص موثوق، شخص ملوش دعوه باي حاجه، خبطوا بعربيه. هم يعني فقراء مش قادرين وتحول عشان يحملونا كمان ثمن حراسات. ثواني وتحول يعني هو رئيس اسبق يا بنتي من حقه ان هو رئيس معزول. لا معلش بس لا هو موجود لا بس هو معلش عدلي ما خرجش كده. المستشار عدلي منصور خلينا المستشار عدلي منصور. اصل احنا للاسف ما عندناش الخبره بتاع الرئيس السابق اللي هو محترم وقاعد. المستشار عدلي منصور جاري وعنده حراسه وده شيء طبيعي. حراسه مشدده للقريه والناس توطد. انا هقول لك على حاجه. مش لسه في حكم لا بس لازم اقول حاجه. انا عايز اقول حاجه. طب استنى النبي هقول لكم على حاجه خاصه بالحراسه. بخصوص الصوت وبخصوص الكلام ده هو ما فيش اي حاجه من الكلام ده حصلت. هو كل اللي حصل انا بتكلم على ده بعد العيد الصغير. انا بكلمك على حاجه هناك. خليني اقول لك. هو كل اللي حصل ان استقدمت كلنا كنا هناك في الساحل الشمالي. طبعا استقدمت مش كلنا قوه شرطه صغيره مش كبيره وقفت في مدخل القريه وبدات تتخذ اجراءات امنيه على الناس اللي داخلين واجراءات امنيه بسيطه. عادي خالص. انا هنا مش مشكله. انا هنا عندي مشكله الحقيقه بقى تانية خالص. ايه هو لما احنا الشرطه المصريه عندنا ووزاره الداخليه عندها هذه الطاقه وعندها القدره انها تتابع الناس في اماكن مختلفه وتوفر لهم الحمايه، هي ليه سايبه مناطق تانية بالكامل بتحكمها البلطجه؟ ما فيهاش ده. وليه سايبه ناس بتئن فيها رئيس سابق من مجرمين؟ فيها رئيس سابق؟ فيها مواطنين ليهم نفس حقوق الرئيس. لا ما مش هتحمي مش هيجيبوا رئيس هيعملوا قوه حراسه على شغل اللي خرج من الحكم. مش ملاحظ ان ده موضوع وده موضوع؟ بالظبط. لا ده هو نفس الموضوع. لا معلش ما تحاولش يا فارس. نفس الجهاز اللي بيوفر الحمايه. بص يا فارس ما تعملش قياس خاطئ. ودي طبيعتك. لا يوفر الحمايه غير قياس خاطئ. ولازم نطالب هذا الجهاز انه يقوم بدوره كامل.
ايوه دوره بيقوم بدوره كامل. ولازم يقوم بدوره كامل. انت عايش في البلد على شخصيات. بص يا فارس تانية. انت عايش في البلد دي. اسمع يا فارس, انت مش عايش في البلد دي ومنطلقه في البلد. انت مش محمي في البلد دي. انت مش محمي في البلد دي. انت في حد بيهددك؟ اه طبعا. لا حد بيهددك؟ اه بقى نعين لك حراسه ان شاء الله. نوديك القريه اياها ونرجع تاني. خلينا نرجع للسؤال. احنا عندنا دور متكامل. الدور المتكامل ده الحقيقه فارس ما تعممش الموضوع. لا لا انا هسال فارس. انا هسال فارس. انا هسال فارس. لا انت ما بتعمل ثواني انا بقارن. ثواني احلها لك. لماذا لماذا انت لازم تدرس منطق على فكره. لازم تعمل منطق. اسال يا جرح. اتوقف عن هذه الهستره يا استاذه وهسالك سؤال واحد. يحمى ولا لا يحمى؟ لا ما عنديش اي مشكله في لا يجب ان يحمى. شكرا. طبعا انا شايف ان يجب ان يحمى. طب ايه المشكله ده اللي حصل؟ شكرا على فكره. هل انت ما تضبطش ولا لا حمايته على وده اللي حصل. شكرا. اللي عامل المشكله دي ايه؟ حمايته حمايه دي واجب على مواطنين اخرين قد يرتكبوا جرائم وانت بتحميهم من ارتكاب اديك. طيب انا هقول لك هذا الكلام. لكن انا هقول لك على حاجه. لا الدوله في اماكن اخرى ما انت ما تعملش القياس ده. ما احنا قلنا ايه؟ عندنا حاجات كتير جدا والدوله مش قايمه. ما تقعدش تعمل قياسات غلط. طب انا عندي سؤال. يعني هو عندي سؤال او في محاولات ولكن لم تصل الى الكمال. لا لا في اماكن في مجهود كبير بيتعمل. انا مستعد ان انا اتكلم عنها تحديدا. طيب انا عندي سؤال يا استاذ فارس. احنا يا باشمهندس نختار نعمل ايه وما نعملش ايه. طب انت ممكن تعمل لا ممكن تعمل فصل لا شويه. لا معلش انا بس لا اظن انه في اختيار الا نحمي المواطنين. لا طبعا. ولا ان احنا ما نخشش في حته عشش الدبابير ولا ما نخشش في حته. لا طبعا مفيش. ولا حد ولا حد هيقدر دلوقتي يفتي ويقول انه النظام الامني ازعم ان هناك ازعم ان هناك تقاعس امني في مناطق بعينها. انا مستعد اني اتكلم عليها تحديدا رغم الحاح. ايوه زي ايه شديد. زي ايه؟ زي مناطق في الفيوم مثلا وحصل عليها الحاح شديد جدا ولمستويات عليا في وزاره الداخليه ولم يتحرك احد. بص يا فارس ده انا بس عشان ناخد اجابه. انا ما عنديش اجابه هذا الكلام. انا ما عنديش اجابه لده. لكن على الجانب الاخر السؤال هنا هل يحمى مبارك؟ لازم يحمى. يحمى زيه زي اي مواطن. زي يحمى لا زي اي مواطن. زي ما بيتلاحم زي اي مواطن. لا يا استاذه. يا استاذه رئيس جمهوريه لمده 30 سنه لو عيل خطبه يا جماعه مش في نفس البرنامج ده. بتقولوا لما بتطلع صوره ليه ان هو مواطن عادي ومن حقه يعيش حياته. ما يعيش حياته المواطنين عادي. يعيش حياته. اشمعنى في ما يعيش حياته المواطنين؟ مواطن عادي. يعني شايفه مواطن بشرط. انا عندي بس سؤال واخرج فاصل. سؤال طيب اخر كلمه. التصوير اللي حصل ده هل مبارك لو سمحت لو سمحت الصور اللي نزلت او الصوره اللي نزلت هل مبارك صورها ونزلها مثلا عشان يغيظ الناس؟ اللي صورتها فجر السعيد وحطيتها على صفحتها والناس في السوشيال ميديا. استني بس عادي براحتها. حطيتها على السوشيال ميديا والناس كلها الناس كلها هي اللي بتتكلم وبتهري في الموضوع. يعني مش الراجل لا بيغيظ حد والراجل قاعد وكافي. الرجل لازم يحكم. قضى انا شايفه ده. قضى ما عليه من احكام. بالزبط. الرجل قضى ما عليه ورئيس دوله سابق. علينا ان نحترم ده. لازم نحترم بعض. لكن لسه ونحترم ونحترم بعض ونحترم لسه سياسيا هيفضل بالظبط. على مدى مفيش كلام. مفيش كلام. احنا مش كل ما نشوف اسمه مبارك من على الحاجات. هذه القصه وواجب الدوله ان تحكي. بس دي الراجل له معلش هو له مزايا. معلش هو فاسد وكل حاجه بس هو رئيس. نخرج فاصل وعندنا موضوعين بنفس السخونه بعد الفاصل.